واحد يقول الله يعرف نهاية كل إنسان إذا الإنسان مسير وليس مخير. لا، ربنا يعرف نهاية كل إنسان لكن لم يدفعه إلى هذا الطريق اللي هو فيه. عارف نهايته، عارف مثلا أن التلميذ اللي مش هيذاكر هيصحى، لكن ما قالوش ما تذاكرش وما قالوش اصحى، لكن عارف. المعرفة شيء ولكن لم يدفع الله إلى شيء من هذا. نكتفي.